Allahu Akbar.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا مأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا بها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه واجعله هدى لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نشق الماء إلى الأرض الجرز فنخزر به جرعا تأكل من أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان ولهم ينظرون فأعرض عنهم منتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي وجعله سميعا بشيرا إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بعباد ويفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعوكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف ربنا يوم نبوسا ضميرا ووقع شر ذلك اليوم نخافهم نذرة وسرورا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا حريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت تواريرا كواريرا من فضة قدرها تقديرا ويسكن فيها كأسا كان بأجواء جميلة عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وإذا رأيتهم خسفتم نور عما مذكورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم سيب سندس من خضر من فاستبرق وخلوا أسافر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نزل عليك القرآن تنزيلا فاشكر حمد ربك ولا تؤتي منهم آثما أو كفرا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل واجده وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن قلبناهم وشددنا أشرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه لذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدين من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فتولى الله وبارك لنا في معطائنا وبارك لنا في شرنا وطولنا صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم صلى الله على نبينا والدي وصحبه وكل من يمني عليه وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات صلى الله على نبينا والدي وصحبه وكل من يمني عليه وعلى جميع Thank you.